السلام عليكم. مساج للنبارة اللي مش عجبتها هي الحقيقة والكرامة. تو نورمال انتوما في مخاخكم جي أم شهيد تقول لك ولدي راهو هزوا خطفوه وقتلوه تحت التعذيب، أم تلقاها مقهورة ومحروقة من الداخل. جي انتوما تنبروا عليها أفلام ومسرحية وتضحكوا وتفلموا، أنا طلع عليكم واحد واحد تفو عليكم يا مسخين يا خماش. ما فيكم حتى واحد عبد يا حيوانات يا حوثالة يا مسخين. تو امرأة قتلوا لها ولدها، والمرأة اللي هزوا اغتصبوها، واللي هزوا شردوه، والمرأة الأخرى راجلها ميت عنده 3 سنين وهي تهزله في القفة. في الآخر تجي شنو هي هذا وتنبر وتضحكوا ومساج للطحانة كمعز الجود اللي عفاه خبير اقتصادي زعما عامل تفريكة في استاد ودزني بوليس يا نبي جي. يا طحان يا اللي مش كراجل يا مسخ يا خامش، انت كلب ولحاس ومش كراجل. ان شاء الله نهار يحسروك يقعدوك على الدبوزة. هاتو تعرف شو معناها، تو تعرف شو معناها قيمة واحد تعذب ولا واحد دمروا له حياته. انا طلع عليكم حاصيلو نقصوا بلا تنبير هاي الخيال، وراكم باش تعملوا عملة الهيا ماشي على روحها، واللي قتل واللي عذب واللي يغتصب راهو باش يتحاسب، راهو باش يتحاسب وتخراو فيه الكلكم وانتوما وقناة 7 والصحفيين الطحانة واللحاسة والسياسيين اللحاسة، راكم باش تخراو فيه باش تخراو فيه. وجمو هذي راه باش تحاسب، جايين كالعاد تهزوا في القفة وتطحنوا وتلحسوا، في هذي خيرتوا فيه، هزيتوا القفة للأحزاب، هزيتوا القفة للباجي، مسحتوا صبابط، قلنا أوكي هذا مش تسيب بالطحين ما نجموش نغيروه، وصلتوا تنبروا على أم واحدة، وكل واحدة كالشلاكة هذيك المسخ الخامشة كاس اسمها هذيك، ما نسميش حتى اسمك المثل مع صبوعي، يا خامشة يا مسخة. جاي تنبر وتضحك يا مسرحية، أنا طلع عليك تفو عليكم واحد واحد يا شلاكة، والله يشتيك كان تاع عبد الله قش يا مسخين يا خماش. حصيلوا تحية كبيرة للجماعة اللي جاوا عطاو شهادات، ونقول لهم خويا ما تخافوش راه ثم رجالة معاكم، ما تسمعوش كلام النبارة ولا حاسة، راهم طحانة ورخاس وأنذال والرجال معاكم، وإن شاء الله يجي نهار وتاخذوا حق. والسلام عليكم.